يا رب دايما ايامكم حلوه، واسمحوا لنا ان احنا نبتدي باول خبر. اعتقد الخبر ده مهم جدا في فتره الشتاء. احنا ساعات كتيره جدا من كتر السقعه بنحط بطاطين مكان الملايات تحتنا واحنا نايمين في السرير، واوقات كتيره جدا 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 بنسيبها لفترات طويله، يعني عشان ايه؟ نقول ايه؟ البطانيه بتدفي، فخلاص خليها كانها الملايه، وبنحط البطانيه فوق الملايه. الموضوع ده في منتهى الخطوره، عدم تغيير ملايات السرير او البطاطين اللي بتتحط تحتينا تقريبا كل يومين بيعرضنا لامراض غير متوقعه، وفعلا فعلا فعلا بتبقى صعب ان احنا نكتشفها ايه السبب بتاعها. كل الاسباب بتاكد ان هي بسبب ان احنا ما غيرناش يا ملايه السرير يا البطاطين اللي بتبقى واخدينها او حاطينها كبديل لملايه السرير في فصل الشتاء. الحقيقة في 4 أمراض خطيرة مرتبطة بعدم تغيير ملايات السرير وأكياس المخدات تحديدا. ده دراسة إنجليزية أخيرة عملت القصة دي ورصدت الـ4 حالات الصحية الخطيرة اللي بتكون بسبب ان احنا ما بنغسلش أغطية السرير بشكل منتظم، وبمية لازم تبقى مية سخنة جدا جدا. السرير اللي مش نظيف بيبقى مستودع للكائنات الحية الدقيقة، وبيبقى بيئة جاهزة دايما للظروف الصحية الخطيرة. ليه؟ يعني قبل ما نقول الـ4 أمراض، ليه بيحصل ده؟ اكتشفوا ان احنا جلد الانسان بيتخلص هو من نفسه كده من 500 مليون خلية. ال 500 مليون دول هم اللي بيتغذى عليهم كل البكتيريا الضارة أو الغبار. كائن دقيق ما حدش بيشوفه. غث الغبار ده حاجة يعني تانية. هو ده يعني في كائنات دقيقة جدا بتعيش على البواقي جلد الخلايا الميتة. ده حتى لو احنا البيت ما فيهوش تراب، الغث ده هو بيدخل من الهواء وما بيتشافش. يعني احنا ما بنشوفش اي حاجة على الملايات ولا بنشوف اي حاجة في الهواء، حتى لو احنا منظفين والتراب وفلة. الميكروبات دي موجودة، الميكروبات دي بتعمل جفاف جلد. خلينا نقول حاجة حاجة، بتعمل اول حاجة الاكزيما، والاكزيما دي في ناس كتيره جدا الاكزيما بيجي لهم في شكل يا اما جفاف في الجلد يا اما تشققات في الجلد. هي نوع من الحساسيه لما يبقى ابتدي انت جسمك ياكلك كده، تبتدي تاكلك. ساعات واحنا نايمين ممكن نقعد نهرش كتير وما نبقاش عارفين ايه، ونقوم من على السرير وننفضه والكلام ده. الكلام ده بيدل على شيء، دل على انت محتاج تغير الملايه بتاعتك. مش بس تغير الملايه بتاعتك، ضروري جدا يا جماعه تهووا السراير. زمان على ايام اهالينا كنا بنستغرب ليه امي كانت بتطلع ايه المرتبه ساعات في الشمس، كانت تطلع اللحاف في الشمس، كانت تطلع البطاطين في الشمس، وكنا دايما بنستغرب. دلوقتي بقى مع التكنولوجيا ومع الموضه، لا خلاص بقينا السرير بتغيري بتعملي. بس اكتشفنا ان الشمس من الحاجات اللي فعلا فعلا بتقضي على هذه الحشرات الدقيقه. الحشرات الدقيقه دي بتحب الدفى، ما بتحبش الهواء والشمس. فخلي بالكم دي من ضمن الامراض اللي ممكن تجيبها ونحس بيها. ايه تاني؟ قبل ما نكمل الامراض خلينا نقول ان هم اكدوا على ايه، على ان المخدات دي لازم تتغير كل يومين على الاكتر، الملايات كل 3 ايام. يوم او يوم لا، يعني احنا بنقول الحد الاقصى. البطاطين اللي احنا بنتغطى بيها او بنحطها تحت السرير زي تحت فوق الملايه زي ما انت كنت بتقولي، دي لازم تكون متغطيه بكفر قطن، يعني في كيس محطوط عليها اللي هو الغطاء بس صغير بيجي دلوقتي علشان يتشال ويتغسل كويس جدا بالميه السخنه. برضو ده يتغير بالكتير كل 3 ايام. انا عايزه اقول لك على حاجه، ان في حاليا في الاسواق بطاطين مخصصه كبديل للملايات اللي موجوده. البطاطين دي بتتغسل يوم او يوم لا، احنا بنتكلم احنا بنتكلم على اللي عندهم معموله البطاطين اللي هي بتاخد وقت عقبال ما تتغسل. الناس تهوها في الشمس. انا بتكلم على البطاطين المؤهله للنوعيه دي من الشغل. في نسبه كبيره ما عندهمش البطاطين دي، فاللي عنده البطاطين العاديه وبيفرشها كمان تحت او فوق الملايه دي لازم يكون
يكون لها كيس قطن، الكيس ده بيتغير بالكتير كل 3 ايام ويتغلي في ميه سخنه علشان ما يعملش سخنه وشمس. وفي من طيب. ضمن الحاجات التانيه بعد الاكزيما عندك الالتهاب الرئوي، ودي انا بقى اتخضيت منها، يعني دي انا ما كنتش اعرف ان ممكن الحشرات الصغيره دي تجيب التهاب رئه، لكن اثبتوا في الدراسة دي ان ده من ضمن الامراض اللي ممكن تيجي لينا واحنا مش واخدين بالنا. ده فيها صعوبات تنفس، بيبقى فيه تعرق، في باحث امريكي قال ان في بكتيريا المكورات العنقودية في الملايات اللي مش نظيفة سواء في المستشفيات او في البيوت، والمرض ده الالتهاب الرئوي ده بيسمى القاتل الصامت، لان الناس بتتعامل معاه على انه دور برد، كحة عادية، فبتتأخر في علاجه او اكتشافه. للأسف هذا المرض ليس له علاج، يعني احنا من حاجات بسيطة بتعمل لنا كوارث كبيرة. من الحاجات التانية اللي بتعملها حب الشباب، هي ما بتجيبش حب الشباب لكن هي بتساهم في يعني بتبقى مثير ليه، يعني حب الشباب ده طبيعي بيجي لناس كتير من 11 ل 30 سنه تقريبا، ولكن لو احنا بننام على حاجات مش نظيفه ده بيكون مؤثر ان هو هو ايه حب الشباب يبتدي يطلع ويبتدي يضايقنا. حب الشباب اسبابه ان احنا بيبقى فيه بعض الدهون المتراكمه الكتيره على الخلايا، الدهون دي بتبقى ملصقه فينا، فلما بيجي عليها بكتيريا فبيضطر بيعمل نوع من الحبوب الشباب اللي هي زي الحمونيل كده، مش بقى الخراريج، احنا مش بنقصد خراريج. اعرفوا لو حد فيكم، انا ساعات كتيره جدا ممكن اغير نومتي او اكون في فندق من الفنادق، بتحصل كتير جدا، ويمكن دي سبب كمان كتير الدراسه دي اتعملت، لان الموضوع ده منتشر في الفنادق ومنتشر في المستشفيات، معمول مخصوص للمستشفيات والفنادق. فاصحى مثلا الاقي كان في حمومين في 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 على وانا ما عنديش حبوب، بعد ما بقرا الكلام ده بكتشف ان لا، الموضوع محتاج ان انت تتاكد من ملايات السرير، تتاكد من المخدات. لو انت مسافر في حته هات فوطه بتاعتك، انا بعمل كده من بعد الحركات دي، انا اي حته بروح فيها بجيب فوطتي، فوطه مغليه ومغسوله وجميله جدا، بجيب فوطه واقوم حطها على المخده وانام براحتي تمام، ما عنديش اي مشكله. ليه؟ لان انا عندي حساسيه رهيبه، فبحس بالحاجات اللي بتبقى مزعجه جدا جدا لو السرير فعلا ما كانش متنظف بالشكل اللائق. كمان ممكن يعني نحط الفوطه او الكيس المخده اللي احنا هنحطه لو نكويه يبقى عظيم جدا. اي حاجه حراره، ما هو انا عملنا اكسترا لا يعني لو انت ما غسلتيهوش بميه سخنه ونشرتيه في الشمس، حتى لو غسلت ونشرتيه ممكن، يعني ده نوع من زياده التاكيد. الحاله الرابعه اللي بتحصل هي الربو ده التهاب تنفسي ممكن يجي لنا في اي عمر، وبالتالي هو ممكن يبتدي من الطفوله المبكرة، وده من الأمراض اللي لو ما تعالجش نوبة الربو للأسف بتسبب الوفاة. المهم خلي بالكم جدا جدا من اللي احنا بنقوله، دي كانت يعني دراسة أو إنذار موجود للمستشفيات وللفنادق في الموضوع ده بالذات، إن ده السيزن بتاعهم، سيزن إن احنا بنبقى متدفيين في سرايرنا، سيزن إن احنا بنبقى ممكن الجو مش حلو، فأقول لك لسه هغسل البطانية، لسه هغسل حتى لو في الصيف. خلي بالكم الغس ده احنا في الصيف كله احنا أيوة كل يوم بيتغير أيوة الملايات، بس في الهواء الميكروب اللي هو في الهواء ده لازم يتغير الملايات. هو الصيف طبعا أقل ضرر لأن مفيش بطاطين، لا وكل يوم بتغير الملايات لان أيوة. انت بتعرقي يعني بيبقى حر طبيعي. ايوه بس هي عشان البطاطين دي جزء مهم من العدوى. كمان ان الاوضه لازم تتنظف بالمكنسه، يعني لو فيها سجاد، لو فيها موكيت، لو فيها اي حاجه على الارض لازم المكنسه دي هي كنت بتنظف. دايما استغرب سبحان الله، بصي وانت بتكلميني افتكرت حاجه، ليه اهالينا ايام زمان كانوا بيشيلوا السجاجيد في الصيف وما يحطوهاش كتير في الشتاء غير لما يبقى عند في مناسبه؟ كل ده لو ما بتقري اللي بيحصل بالامراض، الناس دي كانت بتشيل عشان خاطر ما كانش لسه في اختراع المكنسه الكهربائيه، فكانوا بيكنسوا السجاجيد فالغبار كان بينتشر في البيت. المنفضه كانت جزء اساسي. المنفضه ليه اختراع المنفضه المصريه؟
دلوقتي لو انتوا ركزتوا معانا هتلاقوا ان في حاجات كتيره جدا كنا واخدينها من ضمن سياق النظافه، اللي بعد كده التكنولوجيا والمكن وبتاع غيرها. بس لسه لحد دلوقتي المنفضه موجوده وناس كتير مش في اوقات كتيره. يعني انت المنفضه دلوقتي استغنى عليها بقى عندك. احنا بنعملها في تنظيفه العيد والمناسبات، لازم. مش كل الناس مش دلوقتي. لازم. مش كل الناس. المفروض يومي او يوم بعد يوم او بالكتير 3 ايام، علشان احنا بقينا في مناخ. زمان المناخ زمان كانت الدنيا الطف بكتير، لكن المشكلات المناخ دلوقتي صعبه، وكل يوم بتبقى صعبه عن اليوم التاني. فالنظافه مهمه جدا جدا، والانتباه للتفاصيل الصغيره دي بيجنبنا مشاكل كتير.